الإشارة هي أساسية. افتح الإشارة، افتح الإشارة. هتعمل حاجة يا عم، أنا خايف بس نخش بيه في الشوارع الضيقة دي، أكيد في قناص عايزين ننشوه فوق نتصفى معاها. افتح الإشارة معانا وزير. يا عم ده شكله هفق ولا حد يعرفه غيرنا يعني. المفروض كنا ركبنا سرينا في العربية. اعملها ببقك طيب. شيكو ينادي شوما، شوما انتوا فين يا معلم؟ انا مش لاقي التمثال. احنا داخلين على الجنينه اللي فيها التمثال. ايه ده؟ هو التمثال في جنينه اصلا؟ شيت انت واقف في حته غلط ولا ايه؟ شيت انا توت يا هشام. بقول لك ايه؟ خدوا لفتين كده لغايه ما اتصرف. جايز احنا اتشلحنا، يلا هنمشي. يا نهار اسود، لف يا عم، اقعد لف بينا لحد ما يلاقي الطريق، راح يفضحنا. لا 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 لا. اكده ده فرتي تو كروب اكده تشيمو. لا بنفرجك على البلد يعني، انت اكيد ما شفتهاش وكده يعني. البلد اللي اتفرجوا عليها ده من هنا اصلا. سامو فرتي تبزاز الاوكلوبيشن. خلاص يا عم اهدى، العربيه فيها كبالن فبحاول اسمع الكوبلن اللي بايظ. بس اسمع معانا كده بدوست ابي شايد ترى ده استانيت خمسه بس شيكو بسرعه والنبي عشان الراجل ابتدى يتنرفز. عايد يا سعد عايد يا فرتي. انا في الطريق اهو يا باشا، شايفنا متدلع يعني.